فينا ما يحب السعادة ويتمناها ويبحث دائما عن مصادرها، ولكن خلونا نتفق ان الحزن والخوف ما في مفر منهم ومن تأثيرهم على قراراتنا في الحياة. المشاعر المخزنة والمتراكمة في داخلنا من مواقف معينة ما في شك انها بتأثر علينا في مرحلة معينة. انزين، كيف نتعامل معها وشو الحل بالضبط؟ الجواب بكل بساطة في كتاب السماح بالرحيل للمؤلف ديفيد هاوكنز. هذا الكتاب هو للناس المشوشين والمنغمسين في مشاكلهم وما وجدوا أي جواب لأي تساؤل طلع منهم، وهو تحديداً يخبرهم أن الحل مش بإجابة التساؤلات بل بالبحث على السبب الحقيقي للمشاكل اللي يمرون فيها. هذا الكتاب حقق مبيعات هائلة ونجاح كبير لأن هذا الكتاب يشرح عملية التخلص من المشاعر السلبية والسيئة ولكن بوعي، وأكيد بناء على رغبتنا ومن دون تأثير بالمحيط اللي حولنا. تعرفوا في مقولة وايد أحبها من هذا الكتاب؟ يقول الكاتب أن الوعي الذاتي يزداد عبر مراقبة المشاعر أكثر من الأفكار، لأن ممكن أن تتولد مئات الأفكار بسبب شعور واحد ما تم التعامل معه بطريقة صحيحة وتم تجاهله. الكتاب جداً مفيد لصحتكم النفسية وأكيد تنمية ذاتكم.